يا أمة الإسلام أكرم. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم تألف. هذا البرنامج عبارة عن آيات وأحاديث في الحث على الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. إن التآلف والتعاون قوة. كلما كان قوي الإيمان قوي الائتلاف، وكلما ضعف الإيمان ضعف التآلف، وإذا انعدم الإيمان حدث الافتراق. من هو المؤمن الذي من علامات صدقها إيمانه أنه يحصل بينه وبين أهل الإيمان الائتلاف؟ قريبا في رمضان. التوحيد والإيمان، الرب رب واحدٌ.